سانتا لويس هذه من الصباح الى كان فيزيتي الجزيره اللي رانا فيها اللي هي النهايه تاعها راهي منا برك كاين منا نهر السنغال فرع من فروع نهر السنغال وكاين منا المحيط انا راني شكون خرجت صباح خلات زازا فما خرجت متنا بليطونت في واحد البلاصه منا ماهيش بعيده واحد بالك 15 كيلو مع هذا لابلاج نوض تخرجت معايا البسكليت وقلت تكل على ربي راني ندي ماري راني نمشي مع البلاج هاي ذاك خرجت ما تقدرش تمشي في الصابي بالفيلو هاي لازم تمشي في الرملة اليابسة شوية اللي حدا البحر خاطش هنايا الماء ديال الجزر البارح كان الاخر كان الماء يوصل لنا لهذه البلاصه كما راكم تشوفوها ولي تراس تاعو انا نمشي هنا في هذه الرمله يابسه شويه درك نحاولوا ندخلوا نروحوا من كما رحنا من معناتها مع البلاج هذا تاع المحيط درك نحاول نرجع مع نهر السنغال الى قدرنا جاني واحد يقول له طوني قال لي اسكو نقدر نقاري هنا قلت له قاري هنا يا رانا ديجا شغل معناتها هنا مع سوا حاجه ما تفوت قال لي اسكو راهم كاينين لي كاميون يجوا يقارو هنا قلت له قاري نورمال ما كانش مشكل يعني. اوكي كانوا مريحين معنا واحد الكبر كنا مريحين عند النار هنايا سمعنا باللي راها راح صار لقيت المرأة اللي معنا رحت للفان هذاك شافت لقيت باللي راح واحد في وسط الكاميو هذا نظنا قاع نجارة ورحنا نحوسوا عليه شكيته هو درق وعاود رجع منا عاود رجع خرج من الساكة تاعي من الباطون تاعي خرج الساكة تاع اللبسة مزية خرج الساكة تاع اللبسة فركتها شوفوا كيفاش راه فركتها بدا يحوس شكيته ما لقى والو عاود خلاها وراح او خرج اللبسه تاعي ديسك دير وراني حاطه نسيت راني حاطه ان شاء الله يولي ما داش الله راح ديها عوينا هذا هو السبب شتوها كل كلب مربوط هذا هو يا ودي ما دون يروح بها هذا هو صاحبنا صباح النور عليكم مع حكاية جديدة كل فيديو جديد حكاية جديدة وحكاية اليوم وش تسمى اكسبيريونس واعرة تاع اليوم اللي تاع البارح اكسبيريونس واعرة ياسر خليكم درك نحكي لكم الحكاية واش صار جات ليلة الأولى ديجا رانا في السنغال كي دخلنا للسنغال شكون جينا لسانتا لويس هذيك مع راكم تشوفوا في لي فيديو اللي قبلها يصير لنا واحد الحكايه واش هي هذه الحكايه انه انا يكون داير لاطون تاعي ها بغيت نعد لابلاج منها ومنها كاين واحد كاين نهر السنغال منها هيا شنو الحاجه اللي تصرا كان بيتين هنايا انا وزازا الليله الاولى بيتين مع اخرين مع قور بصح مش هذون كاينين واحد اخرين كانوا بيتين معنا هايلين واحد لي فيو الاخر قصرنا معاهم اسكو البلاصه فيها لمان قال لك فيها لمان وحنا ديجا بالجزائريين ديزالجيريا ما ديرش لمان كاع في اي بلاصه
اي قال لك تقدروا تباتوا ما كاين والو ما كاين حتى مشاكل. زدنا هضرنا مع الديريكتور تاع لوتيل خاطرش هنايا كاين لوتيل اوتيل كبير ياسر يا هضرنا معاه الديريكتور تاعو يقول له فيليب وكان يدير لي فواياج ثاني في لافريك كيما هاك. قلنا له اسكو كاين امان؟ قال لك ايه كاين امان هنايا ما كان سرقه ما كاين والو ما كاين. خلاص درنا على هذاك الحساب. شنو درنا على هذاك الحساب؟ شكون معناتها كيولي واحد هابط لابلاج ولا مال ديال لابلاج قال هاه ما نحطو الزوج كيما تشوفوا فيه لهاه يهبط واحد وواحد يقعد يعس. شكون ما عندناش مشكله يجوا عاقبين مرات لي زافريكان لي سينيغاليان تاع البلاصه هذه والاخر جو عاقبين حنا ماناش دايرين لا مان كيما العاده. جو جا سقساني نسيت اسمه ليسونسيال هذاك جا سقساني قال لي اسكو نقدر نبات هنا؟ قلت له ويه تقدر تبات هنايا في هذا مال البلاصه لاباس بها ما كانش مشاكل على حسب واش راهم قالوا. اوكي اوكي جا وعاودنا جبنا واحد اخر فاني تلقى به زازه واحد اخر هذايا فاني هاي الياسر كاع فاني بلا ما تسقسوني على اسماء خاطرش راني ناسيهم كاع انا الاسماء وتنساهم. اوكي اوكي اروح وتباتوا هنا. انا هذه لاطونت كنت دايرها لهاد لاطونت تاعي هذه كنت دايرها في ذيك البلاصه هنايا هاد الشجرات هذو وزازه كيما راكم تشوفوا فيها كان نصبها هنايا. انا خلاص ديسيديت باش مانيش رايح معناتها نخليها وحدها والله دائما راني نعسي لاطون تاعي. وش يسرى الحكايه هنا تبدا في الليل حنا مقصرين عند النار كيما راح المراه هذيك مقصرين فما دايرين قاعده ولا خرج ما نطيبوا في عشانا ديجا طيبنا نطيبوا في عشانا. وش يسرى تروح مرت واحد من الاخر مهم واحده معنا كانت راحت الكاميو تاعها وهي دخل الكاميو تاعها باش تخرج في واحد لابس تريكو روج ودخل الكاميو تاعها وتزهق رواح 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 راه واحد في الكاميو رواح درك هذه مرينا نجرى وما فهمناش واحد شنو هي قصدها كلب قالت عقرب ما فهمتش شنو هي الحاجه اللي لقيتها في الكاميو فهمتها ما ديريكت اللي ياكل كان دولو كان شكون لو زهقة وراك عرفت خلاط هذيك نضمن نجراو جري 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 نلحقو في حاجة مول شايفينها قاع بعينينا. هو ديجا خرج وهرب حنا ديجا ما شتوش انا بعيني وانا نجري من وراه واش كيتو درقنا فما حنا عقبنا نجرو خاطرش مانيش عارف انا ديجا مانيش عارف ما شفتش حاجة اللي نجري من وراها شكون نص على الزهق خلاص مريقلة درك نفرو يا اخي نلقى بلي راه السيد درقنا وعاود رجع كيعاود رجع عملنا مع الديار وهما النساء اللي كانوا معنا المدامات هذوك خلعوا ودخلوا الكاميو كل وحده قضبت كاميو وحنا قاعدين نحوسوا على السراق هذا وين راح. هو راح عاود رجع عملنا لقى لاطون تاعي هي اللي وحدها منها واش يروح يدير يروح يشدها هكذاك كما راكم تشوفوا فيها ويشدها من اللور يطلعها هاك هاك ويقطع بخدمي على سلامته. شوف لنا نضربها زيقة هاك وزيقة هاك وهو يجبد جبد الساكة هذه الساكة هذه تاع اللبسة في الفيديو اللي راني داير تاع البسكليت راني داير بلي حاط ديسكتين هنايا على واش باش على لي شوك على شوك كون طيح البسكليت والله ما يتكسر الشغل من فما سرقو دالي ديسكدير مزية ديسكدير جديد يا مزية ومش مزية انا خافني لاطونت اكثر يا خويا انا قاعد ديش كثير قلت لهم شوفوني خاطر هو طيح التليفون تاعو في الكاميو تاع الاخر قلت لهم هذا راح يعاود يولي وزاد طيح سبته رفت سبحه وطورش انا قاشتها كيما هاك قلت لهم شوفوا بس السبعة تاعي بس الاخر اسمه عندي واحد الكرسي هاوينا نحات منه مونشا خاطر مونشا تاعها مليحه نحاتها فما وقعدت نعس درت كرسي هنايا طفيت الضو هكذاك قلت فيها الشيشه وقلت والله ماني مش عارف شي يسرق قال قبضتو هذا خاطرش الرسمي يعاود يرجع هذا مش في عقله كوراج كاع كيما هاك هيا لسه مريح هنايا لسه اظن ضربت واحد ساعه هكذاك جويه الوحده يجي واحد اخر من هاه قال لك يا ودي انا قبضناه في لوتير خاطرش حنا رحنا حوسنا زان عليه من هاه هو كان قاع مش في هذيك الطريق تاع لوتير جا قال لك رانا قبضنا واحد في لوتيل لابس تريكو احمر ايه هو هو رحنا فما تعرف تزيري ما تطيقش تشد روحك
تمينا نهضروا قالت لا خرج ما مطكتش انا حتى المقايضتني لا طونت ونعطي له بوحده. شكون شفتو هذيك بنيها هذيك تاع القش هذيك جبتها هاك ونعطي له بوحده وتشوفني القولية هذيك فاني وتعاود تعطي له بوحده هي فاني جاها الكوراج باش تعاود هي تعطي له بوحده يعاود يجي الاخر يعطي له بوحده والاخرى راني نحكي لك لي زافريكان هما يقولوا لنا بلي ما معناتها ما تضربوهش بصح ما تقدرش تحكم عليها. الاسونسيال هذه هي حكايتنا النهار هذا اليوم. درك راح نبدلوا البلاصه راح نكومبو في واحد البلاصه على 40 كيلو ومليحه ومتحوفه ياسر ونديروا حسابنا فاني احنا كل كيما كل يوم شغل نديروا حسابنا اليوم فاني هذه نديروا حساب هذه هي هذه هي وراح لي دي سكدي ايه الحمد لله فارق بالله غادي تني لا طونت اكثر من الديسك دير تاع صح تاع صح انا باش غافلي واش غافلي الحشوه كي قال لنا كاع نجرو وخلينا ما تقدرش تعرف انا والله انت نحو سقسي ما بوكش دابا نقول لك جات لي هذيك نروحوا للريح نروحوا للريح لو كان ما نروحش بيه فهموش بلي انا ايه يفهموا بلي راك خايف فهموا بلي انا والله ما جات لي بالي انا قال نشري كاع وانا وشنو ما تهيالي كاع والله انا بهالي جو برو والاخر ايه حفظ ربي برك الحمد لله الحمد لله هي جات هاك ولا جات في ايماجينيت دخلت هذيك الطفله لداخل والله بخدمي عرفت خدمي هو معاه رايح ديريكت يتهلا فيها الحمد لله اللي فات كيما هاك وهذه هي وهذا هو ام كاع القش لقيته اديس كدير اه بوتان Il avait la pochette. Oui, oui, oui. Oh là là. Mais non. Oh putain, il y a même ton pognon dedans. Oui. c'est pas pour moi. Ouais. C'est bien, t'as retrouvé. Ah, putain. لقيناها ولقينا معها دراهم. حط لي دراهم هنايا. بيان. اه, انكيت سبيسيال. اه, وي, وي. هاي. اه, putain. Nickel. Et ta pochette, ce qu'il y a ton truc dedans pour. Ouais. Posez là, ce bâtard là. Ah, putain. Appelle ton homme. Dude. Dude. C'est l'appareil de diabète. C'est l'appareil de diabète. Oui, moi, je suis diabétique. Oh putain. Oui, t'as tout ce qu'il te faut. Et le boîte pour commencer. Ok. Oui, il a rien, il a pris, il a posé. Oh. Ah, c'est cool. Oh. Ça se finit bien. Hey là, le gars de Kurlish. Pourquoi t'es la tente, tu as un peu de drame là, pour la tente. Oui, l'argent pour la tente. Pour attacher la tente. Pour attacher la tente. J'ai un peu de temps, j'ai un peu de temps, j'ai un peu de temps. هذا هو اللي يولي معاه السر هذاك تاع البارح واحد يقبض واحد ما يقبضش دونك ان شاء الله بربي رايح نوري له انا كيفاش الحكايه تبان جهد ما نحط برك هاضون خاطرش لقيت واحد تبي تقول واحد 500 مش 500 الف واحد 250 الف فيها دراهم قال لك تاعي زازا لقيت كلش ديسك دير والاخر وهذا قال لك تاعي لقيت في وسطها دراهم زياده قال لك راها تاعي اروح تشوف عظام تاعنا قال السراخ تلقى له انسى زازا وش راح يحوز ده سيزون 2 تاع البارح عاود جا نفس السراق واحد اخر ثاني كما العاده دا فيها بطه كبيره ولقيت كاع القش اللي راح لي خاطر شرحوا لي المقايض ديابيت زيد لي ديسك دير قش كبير راح لي كاع لقيتو زيد بزياده لقيت الدراهم تاعو حق ما قطع لي راطونت هاوينا السراق شبعنا فيه بطانه وصاصا قتلناه مش شبعنا فيه كليناه حنايا وكنا هنايا وشغل زيد معنا هذا السيد بنارو تاع هذه هي غيلا غطينا بطشان وممكن رايحين نفطرو فيها الحكايه تاعنا مازال ما كملتش سيزون 2 مي انا اللي درت راحي كاع خاطيني
هبطنا من الكاميون ما حبيش ندخل الكوميساريا رايح لابونك شوفوا في حاجه ليسونسيال. انا ما درت روحي خاطيني كاع ما حبيش ندخل زازا نفس الحكايه ما نشاتي ندخلوا روحنا فيها ما اللي احنا اللي ضربنا هذه هي سنا فيهم راهم مازالوا في الكوميساريا شادينهم شادين الديريكتور تاع الديريكتور تاع لوتيل مولا لوتيل هو مولا زيد شادين جماعة تاعنا تاع الكاميرا هذول اللي كانوا معنا حيت هما اللي راهم كانوا شاهدين فيهم هذا كاين كاميرا واحدة اخرى المهم الكاميرا هذا والكاميرا الاخر اللي منها المهم راهم شادينهم جماعة اصحابنا تاع الكاميرا هذاك اللي منها والكاميرا اللي منها راهم شادينهم وزازا والاخر ما تخليش لي نسمع كوميرسيال كاش حاجه باش ناكلوها شكون داير في بالو بلي رانا خارجين ماكش رايح هي لي اكثر هي يعني ماسو انا وزازا وفيليب هذا الديريكتور تاع لوتيل خاطر شابه احنا الثلاثه كملناه وشنو هي احنا رسقناها في فيليب فيليب انت راه قادر لها مالف هنايا ومطول وعندك اوتيل عندك صافي معناتها عارف هنايا لاباس بيك ماديا فاني معناتها ما يقولوا لك تخلص خلص احنا اللي ما عندناش لصقناها فيها قلنا لهم مع شكون كاع شاهدهم فيه جاوا معنا قال لك هو اللي بدا يضرب وهو اللي كان يضرب ذاك ضرب الشاب في الحقيقه احنا ثاني ضربنا يعني نحكي لك حتى صباعي حسيتهم نملوا وانا نضرب واش خلقني ديسك ديال داهلي والاخر والدواء وذيك شنو الحاجه اللي زادت قلقتني اكثر واكثر انه يحوس يدي علينا الاخر قال لك خلاص درك راكم كملتوا اعطيني اعطيني دراهمي جاي يحوس على دراهم اللي لقاها في وما على بالوش بلي ذيك الدراهم راهم خلاوها لي باش خيط خيط لاطون تاعي ان شاء الله يولي لي حزام على بالي بلي هذا الفيديو رايح يخرج خلوطة كبيرة مي ما صورت زام نصور بستريس كل مرة وكيفاش كاع صارت لي مشاكل كبيرة بلا ما معناتها بلا ما تخلي لي كيما تقول لي ريح والله لا خالد الظروف خلاتنا كيما هكا ان شاء الله ما يكون قال خير وان شاء الله تسلك راهم في الكوميسارية وانا راني قاعد هكاك شنو هي ستريس انا تفاهمت مع زازا قلت له انا نرفدها قلت له كاش حاجه تاع باسيا والله انا نرفدها وانت روح اضرب عليا برا خاطر عندنا شويه معارف بالك يفروا بالك يفروا مانيش عارف ليسونسيال قلت له انت روح شد لي كونتاكت هذاك برا ولا كانت حاجه تاع باسيا انا نرفدها انا نقول لهم انا اللي